ايه؟ العلاقه مثلا كان جاب لنا كذا سؤال ما العلاقه بين كان كبير بس يعني الامتحان كان طويل قوي بس الحمد لله كان سهل الحمد لله حلينا كتير. والوقت كفى؟ الوقت كفى بزياده الحمد لله. هل ما كانش صعب ولا كان سهل اللي هو كان مركز على الديتيلز في المنهج عشان انا كملت؟ طيب يعني في مستوى الطالب الايه مثلا؟ متوسط يعني ان شاء الله يعني نسبه نجاح تكون معديه كويسه فيها يعني. نجاح هو ماده الفيزياء الحمد لله حلوه وسهله والامتحان يعني مش صعب بس هو طالب متوسط دلوقتي جت المراجعه والوقت كان حلو كل حاجه بس الامتحان برضه انت بتحس ان انت بتخلي الوقت ما يكفيش بالنسبه لي. كام سؤال؟ 45 سؤال. لا انت الاسئله الصعبه كام سؤال؟ الاسئله الصعبه يمكن 10 اسئله. طب الوقت كفى يعني بزياده ولا كان برضه كده؟ الوقت بس السؤال صعب. الوقت كتير كل حاجه بس انت حطيت لي اسئله كتير صعبه قال لي عدد الاسئله الصعبه كان ممكن وقت كان